سنتعلم في هذا البحث كيف نستخدم عبارة if لتنفيذ الكود الذي يلائم شرط فقط. كيف ننفذ كود إضافي اختياري آخر لا يلائم شرط عبارة if؟ كيف نستخدم عبارة switch لتنفيذ كود يعتمد على قيم متحولات عائدة لعبارة شرطية؟ كيف نكرر تنفيذ كود ما باستخدام العبارة while؟ كيف نستخدم العبارة for لبناء حلقة دقيقة؟ كيف ننهي الحلقات ونخرج من متابعة التنفيذ؟ كيف ندخل حلقة ضمن أخرى؟ تعشيش الحلقات. كيف نستخدم معرفي البداية والنهاية ضمن بنية التحكم؟ إن جميع السكريبتات التي مرت بك في البحث السابق تنفذ في كل مرة بنفس الطريقة من أجل أي قيمة تمرر لها، ولكن هذا ليس دائم الحصول في الحالة العامة، فإن تدفق تنفيذ الكود سيختلف تبعا للقيم الممررة للمتحولات بحسب العبارة الشرطية مثلا.